السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه اخواتي واصحاب الغاليين من كل مكان حوالين العالم. اول حاجة نقول كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة، وعيد اضحى سعيد علينا وعليكم باذن الله عز وجل. النهاردة هنشتغل مع بعض بالسبورة، بقالنا كتير ما اشتغلناش عليها. هنتكلم النهاردة عن مواضيع جميلة كلنا كنا بندور عليها، واهم حاجة او الموضوع الرئيسي اللي هنتكلم عنه هو ازاي تجهز المزرعة بتاعتك، او بمعنى ادق ازاي تعمل اصلا مزرعه، وهي الاساسيات اللي المفروض تاخد بالك منها. اول حاجه هنتكلم عنها مكان التربيه، بعد كده الامكانيات الماديه اللي هتساعدنا مع مكان التربيه، وبعد كده طريقه الشغل، هتشتغل ازاي، هتبيع لمين، هتسوق ازاي، انهي حاجه اللي هتشتغل عليها، وبعد كده ازاي تجهز اصلا مكان التربيه دوت، واخر حاجه طرق التسويق اللي بتحير ناس كتير، ازاي نسوق الطيور بتاعتنا ونعمل ايه عشان الطير بتاعنا يكون البيع بتاعه سهل، ودي لها ايه شويه حيثيات كده هنتكلم عنها. خليني الاول في البدايه كده اذكركم ان لسه اول مره يشوف القناه بتاعتنا واول مره يشوفنا، يدينا اللايك الجميل على الفيديو، ويتاكد ان هو مشترك تحت من الزرار الاحمر اللي موجود سبسكرايب، ويخلي اللون بتاعك ده يكون رمادي، ويدينا لايك على الفيديو زي ما بنقول عشان نستمر ويجيله دايما اشعار جديد بكل حاجه بننزلها اول باول. يلا نبدا على طول، مش هنطول في المقدمه. لما اجي اعمل مشروع طيور الزينه او لما اجي اشتغل في المشروع بتاعي، لازم حبه حاجات كده اكون حاطهم في بالي في الحسبان. انا هشتغل ازاي، هعمل ايه. رقم واحد طبعا واللي بيحتل اهم حاجه في الكلام ده كله هي الامكانيات الماديه. الامكانيات الماديه بتاعتك في المشروع بتاعك اللي انت هتعمله هي الاساس. طيب ليه؟ لان الامكانيات الماديه هي اللي هتخليك تاخد اوضه فوق سطح، او تاخد اوضه في شقه ماجرها، او تاخد اصلا شقه كامله، او ممكن تاخد لهم فيلا زي ما في ناس من اصدقائنا عاملين كده، واخدين فيلا كبيره بمساحه كبيره جدا، وعاملين عدد كبير من الفرخ، وموجود معاه عماله بتاكل وبتشرب. يعني في ناس بتبدا الموضوع بجوز او بجوزين، وفي ناس بتعمل 300 400 زوج تشتغل فيه. الامكانيات الماديه بقى دي هي اللي هتيسر لك الشغل بتاعك، وهتخليك عارف تشتغل ازاي وهتعمل ايه عشان خاطر العائد بتاعك. على قد ما هتحط هتاخد عائد. فالامكانيات الماديه دي هي اهم حاجه اللي انت لازم تكون محددها للمشروع بتاعك. وخد بالك لما بنتكلم ونقول مشروع، يبقى في المشروع ده محتاج مكان، محتاج مصاريف ثابته، محتاج مصاريف متغيره. الناس بقى بتوع التجاره اللي معانا هيكونوا فاهمين الكلام دوت، والموضوع هيبقى سهل بالنسبه لهم. في عندك حاجات تلفيات، في عندك حاجات بتبقى مصاريف دوريه للمكان بتاعك. لو هتأجر مثلا يبقى في ايجار باستمرار، في دفع كهرباء، في ميه، في غاز لو انت واخد الشقه فول اوبشن، جميع الكماليات بتاعتها موجوده فيها. لو انت هتعمل مكان كبير يبقى انت محتاج عماله تكون موجوده معاك تساعدك في التغذيه والكلام ده كله. طبعا محتاج يكون معاك موبايل كويس للتصوير، محتاج يكون عندك استندات، محتاج يكون عندك اقفاص للشو، محتاج عندك يكون مطارات غير الاقفاص بتاعت التفريخ، محتاج عندك يكون بياضات اللي بتفرخ فيها، والبياضات اللي بتبقى سبير عشان لو حصل اي حاجه، والادراج اللي بتكون سبير كمان للطيور بتاعتك اللي بتقتنيها. طيب ده كده بالنسبه للامكانيات الماديه واتكلمنا عنها. انت بقى الفيصل في موضوع الامكانيات دي. ممكن تبدا المشروع بتاعك بزوج ب 500 جنيه ولا حاجه، وممكن تبدا برقم مش عاوز اقول كام عشان في ناس بتقعد ايه تستظلمنا الارقام والحاجات اللي زي كده. فده كده اول حاجه اتكلمنا عنها عن الامكانيات الماديه. الحاجه اللي بعد كده ازاي تجهز المكان بتاعك وتختار مكان التربيه اصلا اللي هتشتغل فيه. تجهز المكان بتاعك دوت في حبه نقاط كده لازم انت تكون عارفهم، هنتكلم عنهم دلوقتي. تجهيز المكان في حبه حاجات اساسيه لازم تكون انت على درايه بيها. رقم واحد لازم تكون عارف المكان اللي انت بتربي فيه دوت طبيعه المكان. المكان دوت عامل ازاي؟ هل المكان ده حر طول السنه؟ هل المكان دوت برد طول السنه؟ محتاج دفايات؟ طيب هل المكان بتاعي دوت التهويه فيه جيده؟ طيب المكان بتاعي محتاج شفاط يجدد هواء ولا شفاطين؟ طب المكان بحري ولا ابلي؟ لو هو بحري هفرخ امتى؟ لو هو ابلي هجهزه ازاي؟ هل اركب تكييف ولا اركب خليه تبريد؟ طبعا كل حاجه على حسب امكانياتك الماديه، ولكن خلينا نتوقف عند نقطه موضوع التكييف وخليه التبريد. بحكم تجربتي وتجربه اصدقائي اللي قاموا بعمليه مشاريع طيور الزينه على مدار السنين، انا شايف ان خليه التبريد والتكييف الاثنين النقيض ما بينهم. خليه التبريد بترفع الرطوبه في المكان، فهتخلي لك الطير بتاعك في عز الحر عايش، ولكن لو في بيض البيض هيكبس مش هيشتغل. فخليه التبريد هتحافظ بس على حياه الطيور ولكن مش هيساعدك في الفرخ. اما التكييف هيخليك تقدر تفرخ، بس التكييف هتجيبه لعدد طير عامل ازاي، والامكانيات الماديه اللي هتشتغل بيها مع التكييف دوت عامل ازاي.
المكان اللي انت واخده كام متر، وهتحتاج له كام تكييف، تكييف 1.5 حصان ولا 2.25 ولا 3 حصان، ولا هتجيب لك حاجه كبيره، ولا هتبقى عامل عنابر وهتعمل تكييف اللي هو المركزي اللي هو التشيلر، كذا حاجه على حسب طبيعه المكان. انا بس بفتح معاك في الفيديو ده افكار، وبعد كده ان شاء الله في فيديوهات جايه هقول لك كل حاجه بالتفصيل باذن الله. وهيكون في حلقه هنتكلم عنها عن الطفرات اللي هتقطنيها هتبقى عامله ازاي وشكلها ايه. واخواتنا المنتسبين للقناه اللي بيقدموا لنا دعم مش هننساكم، هيكون في حلقه خاصه عشان موضوع الطفرات وازاي تنتقي الطفرات على حسب البلد اللي انت منها، فيكون في ان شاء الله حلقه خاصه للمنتسبين هتكون بس خاصه بيهم هم. طيب المكان بقى اللي انا هربي فيه عامل ازاي؟ زي ما قلنا طبيعته عامله ايه؟ يعني الرقم الاساسي بقى عندي انا هشتغل على كام عين؟ كام عين مقصود بيها كام قفص هربيه؟ هربي 50 عين كبدايه ولا 100 ولا 150 ولا 300 عين؟ هعمل المشروع بتاعي عامل ازاي؟ الطفرات اللي هشتغل بيها هتبقى عامله ازاي؟ على حسب عدد العيون هقدر اظبط المكان بتاعي واظبط التهويه والاضاءه في مكان التربيه. في حبة أجهزة لازم تكون عندك داخل مكان التربية. رقم 1 تايمر للكهرباء. رقم 2 هيجروميتر. هيجروميتر دوت جهاز بيقيس الحرارة والرطوبة، وكان موجود في آخر الفيديوهات موجودة على القناة شرحناه وكلمنا عنه كل حاجة. موجود كمان جهاز رقم 3 يكون عندك داخل الغرفة هو الشفاط. ورقم 4 تكييف أو خلية تبريد، أو هتحط مروحة وتعتمد على مصدر الهواء الطبيعي لو أنت بتربي في مكان التيار الهواء فيه بحري. طيب دي كده حاجات اتكلمنا عنها اساسيه. انا بس بحط معاك النقاط العارضه للمشروع بتاعك ده بالنسبه لمكان التربيه وتجهيزه. بعد كده اخر حاجه، ودي اكتر حاجه بتشغل الناس حتى قبل اصلا ما يفكروا ان هم يجيبوا طير، بيبقوا مشغولين بموضوع التسويق. هو انا هبيع لمين؟ خليني اقول لك على حاجه مهمه قوي قبل ما تفكر في انك هتبيع لمين. فكر الاول انت هتبيع لانهي سوق، وطبيعه اختيارك السوق اللي هتشتغل عليه هي اللي هتخليك تقول لك التسويق بتاعك يكون عامل ازاي. يعني لو انت هتبتدي المشروع بتاعك بمبلغ صغير وفلوس محدوده، هيبقى انت كده التسويق بتاعك هيكون ضعيف، وعمليه البيع عندك مش هتكون دوريه وكبيره. يعني على سبيل المثال باشمهندس نادر شغال بس في اللاتيني فلل، يبقى كده الناس اللي هتجيله عاوزه ايه؟ بند واحد بس. طب باشمهندس نادر عنده لاسوينج فلل، وعنده لاتيني فولل، وعنده البينو فولل، وعنده تكساس فولل، وعنده انصاصين جلايزه، وعنده حاجات احجام، يبقى اذا هيجي لك عملاء كتير. فعمليه التسويق ديت هتكون معتمده في المقام الاول على عدد او نوعيات الطير اللي حضرتك بتربيه، على عدد الانتاج بتاعك، على كميه الانتاج في كل دوره. كل دوره بالنسبه للطير بيكون عمر 2.5 شهر لثلاث شهور، بس طبعا الطير انتاجه مش هيكون كله مع بعضه في نفس الوقت، في طير بيبيض بسرعه، في طير بيتاخر شويه، فلذلك باستمرار كل كام يوم هتلاقي عندك في انتاج طالع جديد. هتسوقه فين؟ اتكلمنا قبل كده عن التسويق وعملنا عنه حلقه كامله، وقلنا ممكن نسوق لقرايبنا، ممكن نسوق لجيراننا، ممكن نسوق في المحلات اللي حوالينا، ممكن نسوق على الفيسبوك زي ما انا بعمل في بعض الاحيان، ممكن نسوق على اليوتيوب لو انت عندك قناه زي حالاتي، او في قنوات بالفعل بتبقى عامله خدمه عرض طيور الزينه للبيع بدون مقابل. هو بيحط لك الصوره بتاعت الطير بتاعك ورقم تليفونك، والمشتري بيكلمك وبيتواصل معاك. دي كده كل طرق التواصل اللي ممكن تعملها. واخر حاجه ان يكون لك قاعده جماهيريه، انت بتكون موجود في السوق اصلا باستمرار بصوره دوريه، وبيكون لك قاعده جماهيريه والناس بتبدا تتعامل معاك، تشتري منك مره تلاقيك انسان امين ومحترم، ياخدوا منك الثانيه والثالثه ويبداوا يقولوا للناس عليك، ويبقى عندك قاعده جماهيريه بعيده عن جميع وسائل الميديا، السوشيال ميديا عامه يعني. دي كده كل وسائل التواصل اللي ممكن تعملها، ودي كده فكره عامه عن المشروع بتاعك لو بتفكر تعمل مشروع طيور الزينه. الحلقه الجايه ان شاء الله عز وجل هنتكلم عن ايه هي الطفرات اللي ممكن تشتغل بيها، وايه اكتر حاجه موجوده في السوق ومطلوبه، وشريحه السوق اللي هنشتغل عليها هتبقى عامله ازاي. ما تنساش بقى تدعمنا باللايك على الفيديو، واشترك في القناه لو كنت لسه ما اشتركتش عشان تتابع الفيديوهات اللي جايه باذن الله. سيبك على خير، كل سنه وانتم طيبين.